ازيكم عاملين ايه؟ في الفترة الأخيرة كتير مننا بقى صعب جدا يلتزم بالدايت، خصوصا بعد ارتفاع أسعار الأكل، بالذات أسعار اللحمة والفراخ، وده عمل مشكلة كبيرة لأن الناس فاكرة إن الدايت الناجح لازم يكون عالي في البروتين، وده بيخليهم يحاولوا ياكلوا فراخ ولحمة كل يوم عشان يقدروا يخسوا. الفكرة إن الكلام ده صح علميا، محدش يقدر ينكر أهمية البروتين وإزاي إن الدايت عالي البروتين ممتاز، لكن عمليا ومع الأسعار اللي بتزيد يوميا بقى صعب نطبقه. اللحمة النهاردة في تاريخ تصوير الفيديو ده وصلت ل 400 جنيه للكيلو، والفراخ وصلت ل 100 جنيه. طب ايه؟ هنوقف يعني دايت؟ قفلت كده خلاص؟ لا، ما قفلتش ولا حاجة. تعال اقولك نخس ازاي من غير دايت عالي في البروتين، وازاي نلاقي بدايل للحمة والفراخ وتكون جودة البروتين فيها عالية برضو، وهنستعرض مع بعض البدائل الموفرة لمعظم الأكلات اللي أسعارها عالية، وهنركز على فكرة المرونة في الدايت وفي حياتنا بشكل عام، خصوصا في ظل الظروف الحالية. يلا بينا. حاجة النظرية اللي بتقول ان الدايت عالي في البروتين هو الوحيد بس اللي هيخسسك، ده مش صح. الابحاث والدراسات الاخيرة بينت ان في طرق تانية كتير ممكن تجيب نتائج ممتازة في فقدان الوزن والتخسيس، زي النظام المتوازن اللي بيكون معتدل في نسبة البروتين والدهون والنشويات، ده بيساعدك تخس بشكل صحي ومستدام. وفي النظام ده مش هتحتاج تاخد اكتر من 15-20% من مجمل سعراتك بروتين، ودي كمية كافية جدا. نيجي بقى لنوع البروتين، مش لازم ناخد لحمة وفراخ كمصدر للبروتين، في بدائل تانية كتير زي البيض والسمك ومشتقات الالبان زي الجبنة والزبادي واللبن الرايب، وفي كمان بدائل نباتية، بس لازم نعرف ان البروتين النباتي مش كامل، بس عشان نخليه كامل ممكن نخلط بين اكتر من مصدر للبروتين النباتي زي الرز مع العدس او الرز مع الفاصوليا، وفي برضو العيش مع زبدة فول السوداني والذرة مع الفاصوليا والكينوا مع الفاصوليا، والاكلة المصرية الشهيرة طبعا الفول مع الطحينة والبرغل مع الحمص والمكرونة مع العدس، واخيرا الشوفان مع اللبن. وبكده نقدر نعمل دايت متوازن وموفر من غير ما نعتمد على اللحمة والفراخ كمصدر اساسي للبروتين. نيجي بقى لباقي الحاجات اللي بتكون اسعارها غاليه وليها بدائل اوفر واحسن. اول حاجه التوست، التوست بقى ب 50 جنيه دلوقتي، ممكن نبدله بالعيش البلدي المصري بتاعنا، ارخص ومشبع اكتر. تاني حاجه، بدل ما نجيب جبن معلبه او جبنه شيدر ب 300 او 400 جنيه، ممكن نبدلها بالجبنه القريش، الجبنه القريش اوفر في الثمن وكمان مفيده وغنيه بالبروتين. تالت حاجه، لو بتحب تاكل مكسرات مش لازم يعني تشتري لوز وكاجو، الفول السوداني ممتاز وارخص بكتير، والزبادي اليوناني ممكن نستبدله بزبادي عادي او لبن رايب. واخيرا الفاكهه، حاول تشتري فاكهه الموسم، بتكون ارخص وطعمها احسن، والخضار اسعاره كده كده مش عاليه وبيكون متوفر في اغلب البيوت طول الوقت. اخر حاجه، لازم نقلل نبعد شويه عن اكل المطاعم بتاع بره، انت مش متخيل هتوفر ازاي لما تاكل من البيت، وده لان وجبه واحده من مطعم ممكن تكلفك قد اكل اسبوع كامل من اكل الدايت. الاكل في البيت مش بس هيوفر فلوس، لكن كمان بيكون صحي اكتر، اكل الجاهز غالبا مليان بالدهون والسعرات الحراريه العاليه اللي هتاثر على الدايت. في النهايه، التخطيط الكويس وبشويه التغييرات البسيطه دي ممكن تحافظ على دايت صحي وكمان توفر في الميزانيه، لان الظروف دلوقتي مختلفه ومحدش عارف هنوصل لايه، بس مهم نكون مرنين مش بس في الدايت لكن في كل حاجه في حياتنا. لازم نركز شويه على الاساسيات ونسيب الرفاهيات، ومهما كانت امكانياتك سواء تقدر تاكل لحمه وفراخ كل يوم او لا، لازم تحسبها صح وتقتصد، وربنا يعديها على خير ان شاء الله.